مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقة يوم الاثنين من برنامجكم من يجدها. الحقيقة زي ما متعودين كل يوم اثنين بيكون معانا فقرة عن تربية الأطفال وفقرة روحية. برحب بيكم في بداية فقرتنا في بداية حلقتنا. برحب بيك يا سالي. أهلا بيكي. أهلا بيك يا ميرفت، ونرحب بكل مشاهدينا مرة تانية. والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 لأقصى الحدود، هو أول سنة في المدرسة. الحقيقة ميرفت أنه أول سنة في المدرسة ده بيبقى خوف ورعب وقلق، مش بس من الطفل اللي داخل المدرسة، لكن بالله كمان أنه الأب والأم كمان خايفين جدا. يا ترى ليه؟ يعني خلينا احنا متفقين أن أول يوم في أي حاجة بيكون صعب. أول يوم في طعم بيبقى صعب جدا، أول يوم لما الطفل بيتولد بيكون صعب، أول سنة جواز بتكون صعبة، لكن أول يوم في المدرسة إذا كان مثلا لسه داخل بيبي كلاس أو داخل كي جي وان، يا ترى ليه بيكون خايف؟ هو الطفل بيكون حاسس بإيه؟ وليه الأم نفسها بتكون متضايقة؟ أنا إحساسي إن ده فطام نمرة اتنين أو تاني فطام للطفل. الطفل بيلاقي نفسه قاعد مع مامته وباباه، قاعد طول اليوم 24 ساعة ما بيسيبش مامته، وفجأة بيلاقي نفسه سابها وراح لمدرسة مع ناس ما يعرفهمش، مكان غريب عنه، بالتأكيد بيحس ببعض المخاوف. لكن السؤال هنا، هل الطفل اللي دخل حضانة قبل ما يكون في مدرسة، هل الوضع بيكون هو هو؟ هل الطفل اللي بيكون عايش في وسط عيلة تيتا وجده وعماته أو خالاته، هل الطفل ده برضو بيكون انطوائي أو خايف بنفس المخاوف اللي عند الطفل التاني؟ بصي، أعتقد أنه الموضوع درجات والموضوع شخصيات عند الأطفال، بمعنى أنه وارد جدا أنه الطفل ما بقاش دخل حضانة ومع أول يوم مدرسة ما نحسش أنه خايف، ونفضل مستغربين طول الوقت إذا ده ما عيطش، ده ما خافش. الحقيقة أنه عن تجربة شخصية أنا حصل معايا ده، أنه أنا ابني مثلا ما كانش في حضانة، وأول يوم مدرسة ابني الصغير كان بالنسبة له الموضوع عادي جدا. بالعكس، في أطفال بقى تانيين خالص بيبقوا داخلين الحضانة وقاعدين طول الوقت مع أطفال كتير جدا، طول الوقت مش موجودين مع ماما وبابا، حتى لو ولادهم متعودين انه ماما مش موجودة طول الوقت لانها بتشتغل، بس اول يوم مدرسة بيبقى يوم صعب. وهنا بقى يبقى دور الام او دور الاب على حسب الشخص اللي مسؤول عن الطفل ده. قبل المدرسة وقبل اول يوم مدرسة بنفضل نأهل ولادنا فترة كافية انكم داخلين تشوفوا مدرسة، انكم داخلين تقعدوا في كلاس جديد، انكم داخلين هيبقى عندكم صحاب كتير، انه هنتكلم مع مدرسين شكلهم مختلف، هنتكلم بطريقة مختلفة، هيبقى عندنا بعض الرولز او بعض القواعد اللي لازم نمشي عليها، ما بتتقالش للطفل على انها قواعد، بس بتتقال على انه في يونيفورم لازم يتلبس. الأطفال اللي بيحبوا يلبسوا حاجات معينة ما ينفعش نلبسها واحنا رايحين المدرسة، إنه لازم تبقى الشنطة بتاعتنا شكلها معين، إنه الشوز بتاعتنا يبقى لونها معين، إن نتكلم في الكلاس بشكل معين، إنه ما ينفعش التيتشر أو المدرسة بتاعتنا تبقى بتتكلم ونلاقي الأطفال قامت وقفت ومشيت وخرجت. بيبقى في بعض الحاجات اللي لازم الأب والأم قبل المدرسة يعملوها مع بعض. متفقة معاكي جدا يا سالي في موضوع التهيئة، مش للمدرسة بس، الطفل عامة لما بتهيئيه إن احنا رايحين وتفهميه كل حاجة قبل ما يفاجئ بيها، متهيألي دي بتفرق جامد جدا نفسياً. ده حقيقي، وتلاقيه الدنيا بتختلف معه. وطبعا خلينا النهارده نعرف رأي المتخصصين. معنا هيكون دكتور داليا نبيل استشاري طب الأسري والأسرة، ومعنا طبعا الفقرة الثانية. الفقرة الثانية هيشرفنا فيها قدس أبونا ماركوس ناشد، كان كنيسة العذراء مريم بنوزة. طبعا كل يوم اثنين حضراتكم متعودين مننا ان احنا نبقى معاكم ونتكلم عن سفر الأمثال، واللي ما يعرفش حاجة عن سفر الأمثال، الحقيقة انه سفر الأمثال معظمه كتبه سليمان الحكيم. الحقيقة أنه سليمان الحكيم كان يعني عاقل جدا، وكان ليه درجة علمية عالية، أنه كان فعلا أكتر واحد كان ينفع يكتب سفر الأمثال. في 10 كلمات كده في بداية السفر بتوازي الوصايا العشر. طبعا احنا النهاردة مش هيبقى عندنا كل الوقت نتكلم عن الوصايا، بس بما أنه معظم الإصحاحات اللي موجودة داخل سفر الأمثال كتبها سليمان الحكيم. تعرف يا سالي، سليمان اسم عبري معناه رجل سلام، والحقيقة هو كان ابن اللي بتشبع امرأة أورية الحسي اللي هو تزوجها داود النبي، وكان ليه 6 أخوات. حقيقة كان عصره عصر ازدهار، ما كانش عصر حروب زي داود أبوه خالص، لأنه حكيم، ولأنه في بداية حكمه هو حلم بربنا طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، وربنا طلب منه قال له اطلب انت عاوز ايه، وهو طلب الحكمة. ما طلبش الحكمة لنفسه بس، طلب انه في صلاة
وانه طول الوقت كان سليمان الحكيم بيصلي انه يا رب اديني انا الحكمه وادي لكل الناس حواليا كمان الحكمه. انت عارفه كمان ان عصره ان هو كان دخله السنوي بيقال ان هو كان بيقدر ب 10 مليون دولار، يعني من كتر ما العصر بتاعه كان عصر مزدهر كان فعلا وما كانش فيه حروب، وكمان درس يمكن كل علم ممكن ان يدرس، درس عن النبات وعن الحيوان وعن الطيور، لكن للاسف بالرغم من حكمته وبالرغم من علمه الا انه في اخر ايامه او اواخر ايام حكمه تزوج 700 امراه و300 من السراري، علشان كده ربنا غضب عليه، ويمكن هو كان شاطر جدا وقام وتاب وكتب لنا في الاخر سفر الجامع. احنا بنتكلم بقى في سفر الامثال النهارده او في الحكمه عن او داخل سفر الامثال، والحقيقه انه كلمه الحكمه دي ذكرت داخل سفر الامثال حوالي 104 مره. تمام. الحقيقه انه السفر مليان بالحكمه، مليان بالنصايح الكتير، ده اللي هنعرفها النهارده من قد سمونا. الحقيقه خلينا برضو نذكر ان سليمان الحكيم كتب ثلاث اصفار، كتب النشيد الاناشيد او نشيد الانشاد، وكتب سفر الامثال والجامعه. وخلينا نقول ان بيذكر او بينسب ليه سفر الحكمه، لكن للاسف هو ما كتبش سفر الحكمه. يعني بعض الناس بتقول ان هو بينسب ليه سفر الحكمة. خلينا نطلع لفاصل سريعا يا سالي، فاصل ونشوف اراء الناس في موضوعنا السنه او اول يوم في السنه الاولى للطفل في المدرسه، ونرجع نبتدي معاكم حلقتنا. ولدت سميرة في الغربية والتحقت بمدرسة بنات الأشراف الثانوية التي أسستها نبوية موسى، واستطاعت سميرة أن تحتل المركز الأول على القطر المصري في امتحان البكالوريا سنة 1935. تخرجت سميرة موسى بتفوق مع مرتبة الشرف من كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، فأصبحت أول امرأة تحاضر في الجامعة. ثم حصلت سميرة على درجة الماجستير وسافرت لإنجلترا، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري. آمنت سميرة موسى بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية وقالت: أتمنى أن يصبح استخدام الطاقة الذرية في علاج السرطان في متناول الجميع كقرص الأسبرين. كان صراع والدتها مع مرض السرطان الدافع الرئيسي وراء اتجاه سميرة موسى إلى دراسة العلوم بهدف التوصل لاستخدامات نافعة للطاقة النووية، خاصة في مجال الطب، لتصبح سميرة موسى أول عالمة ذرة. اولا طبعا ان الطفل يبعد شويه عن الام ويحس باستقلاليته شويه، ما يبقاش مرتبط بيها عشان خطوه المدرسه بعد كده ما تبقاش صعبه. تاني حاجه طبعا الطفل لازم يتعلم حاجات، يعني يتعلم مثلا الكتابه والقرايه، يتعلم ازاي ينطق الحرف وازاي يتكلمه، يتعلم يكتب برضه، لان طبعا البيت مش ممكن ما يعرفش قوي يعود الطفل، على اساس ان هي بتبقى ممكن تكون تجربه اولى للام، لكن في الحضانه المفروض ان هم محترفين على كده او عارفين ازاي يعملوا كده. فوسط الاطفال كمان الطفل بيتشجع يعرف يكتب يعرف يقرا يعرف يقول، بيتعلم حاجات كتير وبيكتسب مهارات، و يعني ده تمهيد ليه للمدرسه، يعني بيبقى تمهيد للمدرسه وبيبقى بعد شويه عن البيت وماما وكده. يعني موضوع الحضانه ده مهم جدا قبل الدراسه من كذا ناحيه. اولا بتعلم الطفل ينفصل ازاي عن اهله، يعتمد على نفسه في شويه حاجات، في الاكل في الشرب في التعامل مع الاطفال اللي حواليه، الدفاع عن نفسه مع اي مشكله بيقع فيها. من ناحيه تانية بتدي التمهيد للدراسه، يعرف يمسك قلم، يعرف يلون، يعرف يقعد يسمع للمدرسه في الكلاس، يتعود على الكتابة بدل ما نفاجئ بالحاجات دي كلها مرة واحدة يعني مع دخول الدراسة. الثقة بالنفس، هو بقى واثق في نفسه ورايح المدرسة، بيتعلم القراءة والكتابة، بيتعلم النظام، لأن الحضانة بتخليه منظم، بتخليه يعتمد على نفسه. أنت في سنة كام؟ كي جي تو. بتحب المدرسة؟ بحبها.
ايه اكتر حاجة بتحبها في المدرسة؟ المدرسة كلها، الرسم، بحب الاول، وبحب صحابي بحب ارسم. اولا لازم في البيت نتكلم بشكل ايجابي عن الاتنين، سواء الحضانة او المدرسة. نتكلم عن الحاجات اللي بتبسطهم، هنلعب، هنلون، هنعمل اعمال فنية هنشوفها بايدينا وهنفرح بيها لما نلونها ونشوفها. فالتشجيع مهم، ما تضغطيش على اللي في المذاكرة جامد، نظمي له وقته، تخليه وقت للعب ووقت للمذاكرة عشان يعني يحب المدرسة ويحب مدرسينه. طبعا اهم حاجة لازم في الاول اكون عارفة ان المدرسة دي حلوة وهتشجع الطفل كويس، ما تبقاش مدرسة بتعتمد على الضرب والاهانة للطفل، لان اول حاجة هيعملها طفل هيكره المدرسة، دي اول حاجة. تاني حاجة طبعا لازم الاول اوري له المدرسة بصورة حلوة، بص دي فيها جنينة، بص فيها ملاهي، بص فيها حاجة حلوة، بص المس جميلة ازاي، بتعاملك حلو ازاي. تاني حاجة بعد كده لازم اشجعه مثلا لو راح كويس ومثلا وكويس تجاوب مع المس بتاعته، بيكون فيه هدية مثلا صغننة تعبيرية وهو مروح، مرة على مرة هو هيتعود على جو المدرسة وهيحبها. اهلا بيكم مره تانية بعد ما شفنا اراء الناس بره في التقرير، شفنا رايهم وشفنا مش بس اراء الناس الكبار او اولياء الامور، احنا كمان سمعنا اراء الاطفال. النهارده محتاجين راي متخصص اكتر، محتاجين نعرف اكتر ازاي نعرف نهيئ اولادنا كويس قوي لاول سنه في المدرسه. علشان كده بيسعدنا وبيشرفنا جدا تكون معانا النهارده في حلقتنا من يجدها دكتور داليا نبيل صبحي، استشاري طب الاسره وعضو الاكاديميه الطبيه الامريكيه لاطباء الاسره والاطفال. اهلا بيك يا دكتور. نورانا النهارده واول مره تشرفينا في من يجدها. اهلا وسهلا بيكم وبالسيتي في كلها. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور داليا خليني كده ابدا معاك بانه اول يوم في المدرسه، ويمكن الموضوع يتعدى شويه، اول يوم ده بيبقى اصعب يوم، وتلاقي انه الطفل قلقان متوتر رغم انه في بدايه اليوم وهو في البيت بيبقى مبسوط باليونيفورم الجديد، بالشنطه، بالشوز، بانه رايح المدرسه مجتمع جديد تمام. بس احنا حابين بقى نعرف دلوقتي من كل اب وكل ام ومن حضرتك تديهم نصيحه ازاي انا كأم اعرف اهيئ ولادي لليوم ده، لان اليوم ده فعلا يوم صعب شويه. هو يوم صعب، يوم صعب جدا، بس على قد ما هو يوم صعب جدا بيبقى من اجمل الايام بعد كده، يوم مفرح جدا. على قد ما هو يوم مفرح جدا، يوم بنبقى عايلين همه كلنا وبنحضر له من اول يمكن ما الام بتعرف انها حامل، وبنحس بجمال اليوم ده، علشان انا لسه حاسه بجماله من قريب، بس مش علشان دخلت حد من ولادي المدرسه، علشان حد اتخرج من المدرسه يا ربي. بنحس بحلاوه اليوم ده فعلا، الفرحه دي زي الفرحه، الفرحه جدا. هم قالوا كده البنات كلهم لما كانوا في حفله التخرج، قالوا الدموع كلها اتقلبت لفرح. بيخافوا ليه او بيبقوا بيعيطوا ليه؟ الاحساس بالخوف، الاحساس بالجديد، الاحساس بالترك. مين فينا هو داخل على حاجه جديده او على مرحله جديده ما بيبقاش خايف؟ انا بحس ان هي مرحله فطام، زي بالظبط لما الام بتفطم ابنها من الرضاعه، هو كمان بتفطمه من حضنها برضو، من قعدته معاها في البيت. مرحله فطام للطفل، مرحله فطام للام قبل الطفل. تمام. واذا تمت مرحله الفطام للام بسلام، هتتم مرحله الفطام للطفل او للطفله بسلام. يعني الام الاول قبل الطفل، الام الاول قبل الطفل. مرحله الفطام للام بتبقى بتسبق كمان موضوع المدرسه. هنتكلم على التحضير لقبل المدرسه. طبعا. لكن مرحله الفطام للام بعد ما بتولد طفلها وتتفطم من انه يفضل ملتصق بيها بعد قطع الحبل السري، دي بتعد وبتهيئ لكل المراحل اللي جايه بعد كده. تمام. لان بنعرف امهات لغايه ما الطفل بيبقى بقى في مراحل متقدمه في ابتدائي واعدادي، صح، نايم جنب ماما، ملتصق جدا بماما. بس يا دكتور يعني ما بحسش او ما بشوفش، يعني انا حضرتك يمكن حسيتي الفرحه دي قريب لانه خرجتي حد من المدرسه، انا حسيت الفرحه دي من اسبوع لان انا دخلت ابني الصغير المدرسه. فهو كان رايح مش خايف، يعني في البيت مش خايف، طول ما احنا في البيت ورايحين في الطريق هو مش خايف، بس
مجرد ما دخل المدرسة، مجرد ما دخل الكلاس بتاعه هو ما عيطش، بس عشان انا ماما فانا شايفه احساس الخوف بالنسبه له، شايفاه في عيني، شايفاه هو بيبص لي بيقول لي هتروحي امتى، انت هتيجي امتى، هتمشي ازاي كده. لكن هو ليه طول ما هو مش جوه المدرسه ما بيخافش او مش حاسس بالخوف؟ لانه ماما وبابا مصدر الامان، لانه هو مع ماما وبابا، لانه حتى لما بيتساب عند جد وتيتا ومنتهى النشوه والفرحه والانبساط اللي ما فيش بعده بالنسبه للاحفاد، هو بيبقى لو في قرارة نفسه هو نفسه ينام في حضن ماما، برضو نفسه يشوف ماما قبل ما تنام. ده حقيقي. كتير من أولادنا الصغيرين يقولوا لنا هنام إزاي من غير الحضن قبل النوم. كل ما كانت الأم ملتصقة بولادها، كل ما كانت هي نفسها عندها مخاوف حتى لو ما عبرتش عنها هتتنقل للأطفال. ودي دراسات أكيد أكدت هذا الكلام، إنه المخاوف اللي عندنا حتى لو إحنا ما تكلمناش عنها جهارا قدام الولاد بيحسوها، طبعا بيحسوها، بيحسوها في نظرة عينينا، بيحسوها في لمسة إيدينا وإحنا مش عايزين نسيبهم الصبح، وإحنا واقفين مستنيين لغاية ما نشوفهم هيعيطوا ولا لا. الترقب بالذات إن الطفل، بالذات الطفل المصري يعني في منتهى الذكاء. إزاي نهيئ بقى الطفل؟ ازاي الام الواعيه الشاطره اللي فطمت نفسها في الاول تقدر تجهز الطفل ده قبل ما يروح المدرسه، تقول له ايه وتعمل ايه علشان يكون اول يوم ده ما يكونش بالصعوبه اللي ممكن اي حد تاني يشوفها؟ اول حاجه الحديث السلبي. الحديث السلبي من مخاوفها هي نفسها. احنا ساعات بنتجاهل او بنغفل انه اطفالنا في سن صغيره جدا، في سن 3 سنين و4 سنين بتاع الكي جي 1 الفترة دي، بيكونوا فاهمين أبعد ما يكون عن تصورنا وعن تخيلنا. يعني بتكلم مامتها في التليفون أو بتكلم صاحبتها، ربنا يستر وما يعيطش، هو ممكن أول يكون بيلعب بس هو سامع. أنا قلقانة مش عارفة هيعمل إيه في التويلت مثلا، هيقدر يطلب ولا هيتكسف، أنا مش عارفة هيكمل أكله ولا لأ، حاجات كلها مخاوف شخصية، لكن قد تكون انها تديله ريفلكشن او انعكاس سلبي. صح. انه ماما قلقانه، لو ماما قلقانه اللي هي مصدر الامان انا هبقى كم وكم انا كطفل ضعيف وملتصق بماما اللي هي مصدر امان. نقطه مهمه جدا اللي حضرتك يعني سلطتي ضوء عليها، الكلام السلبي. احنا فعلا مش بس في الموضوع ده، احيانا كتير نتكلم كلام سلبي ونتكلم في التليفون والطفل قاعد بيلعب واحنا مش واخدين، واحنا حاسين ان هو مش واخد باله ولا اي حاجه خالص. ده حتى في صلاتنا لما نيجي بنصلي مع اولادنا في اي وقت، احميهم يا رب من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، انا دايما اعلمهم بنشكر ربنا انه حمانا من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. الطفل بقى اللي دخل حضانه، والطفل اللي هو اتعرف على ناس قبل ما يدخل اول يوم في المدرسه، هل بيكون نفس شعور الطفل وهل بيكون نفس المخاوف اللي هو حاسس بيها زي الطفل اللي هو ما خرجش ولا ساب مامته ولا يعني تركها ولا يوم غير لو مثلا عند تيتا او جده او ما شابه ذلك؟ ده بقيه النقاط بتاعت الاعداد وحضراتكم عرضتوها في المقدمه بشكل يعني مبهر جدا. يعني طبعا انه ما ينفعش ابدا ان انا اجي لطفل قاعد طول الوقت مع ماما او مع تيتا وجده مع خالته مع عمته مع عمه، واجي له فجاه كده واقول له انت رايح المدرسه، او مهما هيأته انا ههيئه وهتكلم كلام ايجابي وهاخده هننزل نشتري حاجات المدرسه وهاخده معايا نشتري اليونيفورم، وهفضل طول الوقت اقول له ان هو كبر وان هو بقى هيعتمد على نفسه وقد كده انا فخوره بيه، وبص شكلك جميل ازاي، وهنجرب كل حاجه، وممكن ناخده المدرسه نفسها نعمل زياره مسبقة للمدرسة لما بيكون اتقبل، وقبل ما يدخل مثلا بأسبوع أو حاجة نبتدي نهيئه. فيش مانع أبدا إن احنا ناخد لفة أو جولة كده في المدرسة وندخل الفصل، يا ريت كمان يقابل طبعا يعني اليوم اللي هو اسمه بيسموه في المدارس الانترناشونال الاورينتيشن، ده عشان يجهزوا الطفل انه يعرف الكلاس بتاعه شكله ايه، اصحابه مين، قبل يتساب في البلاينج اريا او في المكان المخصص للعب، يكسروا حاجز الخوف ما بين الطفل وما بين وفي الاورينتيشن بتاعت الاهالي يسيبوهم شويه لوحدهم وبنجرب. ما فيش مانع كمان ان احنا نسيبه في اول يوم في المدرسه لنص اليوم وبعدين ناخده اذا كان من الاطفال الحساسين زياده او شديدي الارتباط.
ده قبل الدراسة الكلام ده؟ ده قبل الدراسة، ده قبل بداية الدراسة كلها. طب يعني قبل بداية الدراسة وما نديش تعليمات كتير، ما نحسسوش ان المدرسة دي عبء ورعب وقواعد وهتكسر كل حاجة واخدها براحته في حياته والنوم كمان. القواعد الكتير اللي بنقولها للأولاد قبل ما يروحوا المدرسة، زي ما بنقول الوصايا العشر دي، دي ممكن تزود من خوف الأطفال، تيجي براحتها أحسن. وإذا كنا ربنا وفقنا في اختيار المدرسة هتيجي بالتبعية وبالتدريج من الناس القائمين عليها في المدرسة اللي المفروض إن هم متخصصين في رياضة الأطفال. طيب أرجع تاني أسأل حضرتك في نقطة إنه الحضانة، يعني الطفل اللي حيبقى أنا هرجع للحضانة، بس أنا عايزة أشير برضو لمسألة مهمة قوي في تحضير الطفل، اللي هي عادات النوم أو الريزم بتاعه. من غير ما أقول له لا إحنا هنبتدي ننام بدري علشان المدرسة، يا ريت نبقى ده كله متزبط. مواعيد أكله، يعني ما أقولوش إن إحنا لازم ننام بدري عشان عندنا مدرسة من أول، لا أزبط الساعة البيولوجية بتاعت جسمه من قبلها بحوالي 10-15 يوم. قيد عليه المدرسة دي سجن بقى، أنا هنام بدري. نخلي الرولز تيجي أو القواعد تيجي إنها نظام حياة إحنا معتادين عليه. فبالتبعية هيحصل ما فيش مانع حتى إن أنا، وده هنرجع فيها لنقطة الحضانة، يبقى بياخد حاجة زي واجبات يعملها، ودي هتنقلنا نقطة تاني برضو، أي نوع من الواجبات. طبعا الطفل لازم على الأقل قبلها بثلاث لست شهور يكون ابتدى يروح حضانة وبشكل منتظم، حتى لو ما بيقضيش اليوم كله. طب هو في أطفال يا دكتور، ده اللي كنت هسأل حضرتك فيه، في أطفال ما بتروحش حضانة وبالنسبة لها أول يوم مدرسة ما كانش أزمة وما كانش كارثة. يعني أنا عن تجربة شخصية، ابني اللي لسه داخل المدرسة ما دخلش حضانة تماما خالص، وداخل اول يوم مدرسه زي ما قلت لحضرتك نظرات وفيها خوف، بس ما عيطش وما قلقش، وتاني يوم راح عادي، وتالت يوم راح عادي، وبقاله تقريبا 10 ايام بيروح، ما عندهمش مشكله. فكل الاطفال اللي ما بتروحش حضانه بيبقى عندها مشكله، ولا بتبقى فروق فرديه ما بين الطفل التاني؟ ما فيش قاعده في الدنيا ملهاش اختلافات. في حاجة كده بنسميها individual variation، وفي أساتذتنا علمونا قاعدة جميلة جدا أنا ماشي عليها الحقيقة حتى في شغلي، يعني طول حياتي. القاعدة الوحيدة لجسم الإنسان ولنفسيات الإنسان ولردود فعل الإنسان هي اللا قاعدة. لكل إنسان عادات، طباع، فروق فردية بيكتسبها، في عنده فروق في واحد بيتحمل موقف عن الآخر. بس هؤلاء الأطفال مش كتير، وعايزة أقول إنه مش بقى اللي بيعيطوا أو معنى اللي بيعيطوا إن هما لازم إنها شيء غير طبيعي برضو. بس إذا العياط ده زاد عن حده أو وصل لمراحل بقى من الانهيار أو فضل لأكتر من أسبوع. طيب إحنا معنا تليفون أم كرولوس من سوهاج. ألو ألو أم كرولوس، فقدنا الاتصال. طيب نرجع كلامنا تاني في النقطة. تمام. يعني عايزين نقول انه ممكن الطفل ما يعيطش. انا عندي حد من ولادي، ما حدش من ولادي عيط، او يعني في ناس عيطت في ناس ما عيطتش، بس الغالبية حتى اللي عيط له يومين كده لانه كان ناقي المكان، كان بيحب الحضانة بتاعته. ودي نقطة تاني، مش بس التعلق بماما، اصل النظام في الحضانة غير في المدرسة، والتغيير نفسه مختلف. مين فينا اللي هو عايش في مكان ويجي يسافر في مكان تاني ما بيبقاش عنده رهبة وخوف؟ هي احنا رجع لنا تليفون تاني. ام كرولوس الو اي فن وتفضلي. ايوه سمعتي، نفس اللي انا كلمتك ام كرولوس، هم قالوا على التليفون وانا مش سامعه صوتهم. لا انا مش سامعه حضرتك كلام، يعني صوتك مش واضح، ممكن توضحي صوتك اكتر؟ بقول لك انا مكلمتني قلت لي استني على التليفون، انا مستنياهم يرد عليا، ما ردوش عليا. هما مين يا فندم؟ حضرتك على الهوا معانا، حضرتك معانا على الهوا، اتفضلي لو عندك سؤال. حضرتك معانا على الهوا بالفعل. يا دكتوره معلش ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي دكتور مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. طيب ممكن اعرف الطفل دلوقتي ولما بيروح الحضانه، حضانه الكنيسه بتاعتنا شخصيا وخاصه، لما يطلع حضانه حكومي اتعامل ازاي معاه؟ تمام. خلاص السؤال كده نجاوب ولا حضرتك عندك تساؤل تاني؟ عندك سؤال تاني؟ انا عندي طفلي بوديه حضانه الكنيسه خاصه. تمام احنا سمعنا حضرتك، احنا بنقول لك عندك تساؤل تاني ولا الدكتور تجاوب؟ طيب احنا مثلا الطفل اللي عنده فرد حركه نتعامل معاه ازاي؟ تمام او شكرا، او ما بنسمعش كلام. تمام شكرا لحضرتك. طفل عندي تمام.
بسمعش الكلام دي اعتقد محتاج لها حلقه ثانيه، محتاجه حلقه ثانيه يعني. ما بسمعش الكلام ده اسبابه كتيره جدا واحتار فيها العلماء يعني كتير. احنا خلينا نتكلم في الشق الاولاني من السؤال الا وهو انها بتدخل ابنها في بيروح حضانة الكنيسة فلما يدخل مدرسه حكومه هيتم التعامل معاه ازاي؟ هيتم التعامل معاه ازاي؟ مفارقه مش سهله، هي مش سهله، وان كان هتبتدي من حضانه الكنيسه، ولما هيدخل الطفل مدرسة حكومة هيكون في سن أكبر من الطفل اللي هو بيطول، يعني يدخل على سن 6 سنين، وده بيكون وصل لمرحلة من الوعي نقدر بقى يقدر يميز، يقدر يبقى عنده نوع من الإدراك ويقدر يميز الفرق. وهنا بننصح برضو حضانة الكنيسة، ما بنقولش انهم يكونوا قاسيين، بس يعني مش هنقعد نطبطب وندادي الطفل الكبير غير الطفل اللي هو الصغير، الطفل اللي هو ما دون 6 سنين أو قرب على 6 سنين لازم برضو يبقى بيتعامل بنوع ده، خلاص ده طفل بيكتب، ده طفل بياخد واجب، ده طفل يقدر يلتزم بقواعد أو بتعليمات معينة. هننبه عليه وهنقول له هيفهمنا كويس. أيوة بس الفكرة يا دكتور، وأعتقد ده الغرض من السؤال، إنه لما هيدخل مدرسة حكومة مش كل الناس هتبقى مش هيعرف يتعامل قوي، لأنه ممكن الكيرف يقل شوية. يعني لو هو بيتعامل مع حضانه كويسه في احد الكنائس ممكن في مدرسه الحكومه كيرف التعليم يقل شويه، فيحس انه في صدمه او في شك حصل للطفل ده، فازاي انا كمان كأم اعرف ااهله انه عادي وانا في البيت اعوض الكيرف اللي قل شويه، لانه مدارس الحكومه في مصر مش قويه ومش بتعتني بالطفل زي الحضانات الكويسه في الكنائس. هيكون لو هو حسب برضو طبع الطفل ونوع شخصيته، إذا كان طفل سهل التعامل وسهل التطبع وسهل التكيف هيتكيف مع الوضع وهيعرف أنه المدرسة ليها وضعها وهيقدر بسرعة يكون أصحاب، وهبتدي أقول له أنه يكفي أن يكون لك صاحب واحد، مش شرط أنه زي في الكنيسة كل الفصل أصحابك أو عندك كل أصحابك شبهك وبيتعاملوا زيك. هبتدي كمان أعلمه أنه في عادات أو في تصرفات ممكن تصدر من ناس مختلفة عنك ما عندهمش، وده مش بس خارج الكنيسة، ده يعني حتى وهو بيروح مدرسة خاصة. على فكرة الأجواء هتبقى مختلفة جدا عن الكنيسة وعن حضانة الكنيسة. طبعا طبعا احنا اصلا وهو رايح حضانة الكنيسة حاسس انه رايح الكنيسة، قليل قوي الا لو طفل عنده بقى مشكلة زي عنده عدوانية أو عنده مثلا مشاكل تحتاج تعديل سلوك أو مشكلة من سمات توحدية أو ما إلى ذلك يصعب عليه التواصل مع الأطفال التانيين، بيبقى عنده الإحساس والإيحاء أنه رايح مدارس الأحد أو رايح الكنيسة، فده نفسه بيبقى مهيئه نفسيا أنه وسلوكيا أنه هو هيتعامل زي ما بيتعامل في الكنيسة. طب الطفل اللي تربى في وسط تيتا وجده وعلى طول في وسط عيلة وطفل اجتماعي، لأن هو مش بيقعد لوحده في بيت مقفول عليه هو مامته وبابا بس، هل الطفل ده برضو الدنيا بتبقى مختلفة معاه لما بيروح لأول مرة في المدرسة غير الطفل اللي بيكون لا راح حضانة ولا وحياته كلها مغلقة على بابا وماما فقط لغير؟ طبعا طبعا تنشئة الطفل اجتماعي، ودي فيها عوامل مكتسبة وفيها عوامل برضو وراثية، لأنه في برضو أنواع من الأطفال بيكونوا انطوائيين أو بيتكسفوا شوية ولما بندور وتيجي الأم تشتكي يعني، لكن لما بندور بيطلع في ماما كده أو بابا كده أو عمته أو خالته أو حد من القرايب بالشكل ده. لكن ما فيش شك أنه الطفل اللي اتعود أنه ما فيش مشكلة منه هو صغير، ممكن ماما رايحة مشوار تسيبه مع تيتا، تسيبه مع بتنوع كمان مش مع شخص واحد، لأنه الشخص الواحد هيكون محل الأم برضو هيبقى برضو شديد الالتصاق بيه. لكن ماما خادمة في مدارس الأحد تاخده معاها طبعا اتعود خلاص ما بقاش ملتصق بماما، ما بيرضاش يروح لحد، بتبقى باينة البشاير بتاعتها دي من هل الطفل سهل كده أنه خالته أو عمته أو زميلتي في الشغل تاخده تشيله أو حد في الكنيسة مثلا وإحنا في القداس هياخده يناوله أو هيروح مع حد معين، أو ولا هو قاعد يعني كمشان كده وملتصق بماما ومش عايز يسيبها. طب معنا تليفون تاني، معنا مدام مارينا من عزبة النخل. ألو ألو أيوة ألو ايوه ممكن نكلم الدكتور داليا لو سمحت؟ الدكتور معاك يا فندم اتفضلي. اهلا ازيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك مورين اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور انا دلوقتي في كليه ايوه ومعايا ابني 2 ونص ايوه موديه حضانه، فهل غلط ان انا اوديه حضانه في السنه ده؟ حضرتك في سنه كام في الكليه؟
يا دكتور؟ حبيبتي سنة ايه في الكليه؟ اخر سنه يا دكتور. نعم اوكي. هل سؤال تاني يا مارينا؟ ايه يا دكتور؟ عندك سؤال تاني؟ لا ميرسي جدا. طب بشكرك جدا يا مارينا، حالا دكتور هترد عليك. شكرا ليك. اتجوزت بدري قوي مارينا. اتجوزت بدري قوي اول ما دخل ثانوي او اجلت الكليه شويه بس يعني سيان ما انا عشان كده بسالها. ايوه صعب قوي وفي مفارقه صعبه جدا طبعاً. ويعني ثقل عليها وحمل تقيل عليها، لكن مش غلط انه يروح سن سنتين ونص بس اي حضانه. هل هي حضانه بتاعت التودلر يعني متخصصة في رعاية هذا السن هذا العمر من الأطفال؟ إذا الظروف بتحتم علينا أنه يتساب مع حد غير العيلة، طبعا مفضل أنه في السن الصغيرة دي يتساب مع حد من العيلة. لحد سن كام يا دكتور؟ يعني لغاية الحضانة سن ثلاث سنين يدخل. طب ما دلوقتي المدارس دلوقتي بتاخد من سن يعني بيبي كلاس وكي جي 1 وكده بياخدوا من سن 3 3 ونص، يبقى ما فيش وقت ان الطفل ممكن يروح فيه حضانه. يعني السن وبالاخص المدارس الخاصه او الانترناشونال بتلاقي من 3 سنين او 3 ونص بيقبلوا الطفل الصغير، ودي مشكله. لانه في زماننا احنا بقى ولما كنا احنا لسه بنقدم لاولادنا في المدارس كان سن 3 سنين و3 سنين ونص ده بيقولوا عليه ده سماعي. وفي الفصل الماترنال او السماعي ده ممنوع حتى يكتب، ده بيقعد يسمع. والحته دي كانت واضحه جدا حتى في مدارس الراهبات والمدارس الخاصه، كان ترفض الجاردان دونفون ده ممنوع ان هو يكتب، ده بينصت، ده بيتعلم تنميه مهارات. ما بنحملش عليه لان لسه ما يمسكش قلم طبعا ممنوع 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 ما ينفعش. فاحنا في اخطاء حصلت معرفش نتيجه النظريات غلط ولا المدارس لا. يعني هي مرة بتقول ان في مدارس بتدخل من 3 و3 ونص، دول مش بيدخلوا كي جي 1، ال 3 و3 ونص بيدخلوا بيبي كلاس مش كي جي 1. وفي منهم بيكتبوا يعني انا ابني دخل 3 سنين ونص وكتب. ايوه هم بيتعاملوا غلط، لكن كفصل او كمنهج دراسي او ما شبه ذلك في المدارس الثانيه لا، بيبدا كي جي 1 في المدارس دي من سن 4 سنين. أكيد. من 3 و3 ونص بيبقى الكلاس بتاع البيبي كلاس اللي هو مش بيعملوا حاجات، بيلعبوا بيعملوا شويه اكتيفيتي بس. خلينا ترجع تاني بقى لموضوعنا اللي هو مارينة. اول يوم في مدرسه لا بس خلينا برضو مارينا تدخل مارينة. تدخل سنتين ونص تدخل الحضانه هي ولا لا؟ اذا هي مضطره تدخل سنتين ونص، لكن تبقى عارفه انه اول واي ام بتودي ابنها او بنتها الحضانه او حتى المدرسه نقطه مهمه جدا علشان ما يحصلوش دروب او انتكاسه بعد كده. لانه على فكره في بعض الاطفال اول اسبوع ده ما بيعيطوش وبعدين تبصي تلاقيهم ابتدوا يعيطوا ونفتكر ان في مشكله في المدرسه. بيحس بفقدان وقت طويل جدا، افتقد فيه الحنان حتى اللي داخل حضانة. في الحضانه او في البريجر ده او الفصل اللي هو الرياض الاطفال الصغيرين اللي هم 3 ل3 سنين ونص دول بيبتدي يعيط متاخر شويه. بيبتدي متاخر شويه ليه؟ لانه لسه مفتقد امه. فاحنا عايزين من اول ما نشوفهم نحسسهم بانه كان وقت يعني احنا مستنينك فيه. طب من سن قد ايه دكتور المفروض الطفل يدخل بقى مدرسه؟ يعني خلينا برضو نوضحها. مدرسة نظاميه مدرسة. علشان يمسك القلم ومحدش يزعل مني. كي جي 1 ويبتدي يتكلم بس يعني اصحاب المدارس الخاصه يعني سامحوني مش اقل من 5 سنين. زي الرهبات دراسات المدارس 5 سنين ونص كمان الرهبات وده بيفرق جدا في مدى التحصيل مدى التواصل كده ده طبعا ده في اطفال عندهم احنا بس ماشي قطع كلامك لانه وقتنا قليل ولازم نتكلم يعني موضوع الحضانه اخذ مننا وقت اطول من اول يوم مدرسه. بس معانا استاذه منى من سوهاج. الو 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 مساء الخير استاذه منى. مساء النور. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي بصي انا عندي بنتي عندها 3 سنين ونص. عندك بنتي 3 سنين ونص. 3 سنين ونص. انت 3 سنين ونص. اتخاف جدا من الناس، اتخاف خالص من الناس. ماله؟ اتخاف خالص من الناس، يعني اتخاف تطلع بره، اتخاف تقابل حد، لو حد غريب اتخاف منه. بتخاف من كل حاجه. تمام. طيب انت مدخلاها حضانه؟ لا انا عايزه ندخلها بس ببعد ندخلها ازاي؟ تدخلها ازاي؟ طيب احنا عندنا في الصعيد ما فيش حد يطلع ولا يدخل،
يعني تمام. بس انا استاذنك يعني احنا نعمل حلقه تانية عن موضوع الحضانه وازاي كمان من سن كام ندخل حضانه، لانه حلقتنا النهارده بتخص اكتر سنه اولى مدرسه او اول سنه في المدرسه، فنوعدك ان شاء الله بحلقه نتكلم فيها عن موضوع الحضانه. الحقيقه انه في بس خلط ما بين الناس ما بين الحضانه وما بين سنه اولى مدرسه، عشان بيسموها اولى حضانه، أولى حضانة. فهم بيختلط عليهم. لكن عايزه برضو اوضح نقطه، انه الاعداد لاول يوم وسنه اولى مدرسه بيبدا من الحضانه المظبوطه. تمام. ويا ريت في الحضانه المظبوطه الصح، مظبوطه. لا دي اسلوبها صح، كلمه مهمه جدا، الحضانه اللي اسلوبها صح. احنا هنعمل حلقه عن الحضانه بقى، الحضانه المظبوطه وازاي اول يوم نوصل لاول يوم في المدرسه صحيح، طفل صحيح نفسيا وداخل يعني هيلثي او سوي، لازم يكون في اعداد جيد قبلها. عشان كده بس انا صممت ادقق شويه على النقطه دي. في ناس يا دكتور في يعني اباء وامهات، علشان الطفل او من ضمن خطوات التهيئه علشان الطفل يقدر يتعامل اول يوم في المدرسه، بيصروا انهم يروحوا للاداره بتاعه المدرسه ويطلبوا منهم انه اصحابه اللي موجودين جوه المدرسه وداخلين معاه في نفس السنه واللي كانوا معاه في الحضانه انهم يبقوا يعني موجودين جوه كلاس واحد او جوه فصل واحد. هل ده مفيد فعلا للطفل؟ هل ده نوع من انواع احبب الطفل في المدرسه، ولا شكل المدرسة والمدرسة بتاعة الفصل وطبيعة المدرسة ليها عامل أكبر من كده شوية؟ هو الحقيقة موضوع الأصحاب ده موضوع بالنسبة لي ورأيي فيه ورأي دراسات كتيرة فيه بيختلف عن رأي دراسات أخرى. في ناس بتقول نفس الكلام اللي بعض الأهالي، لأنه الأهالي دلوقتي على قدر كبير من الوعي ويعني بيدوروا وبيبحثوا على الإنترنت وبيسألوا ناس مشيرين وبيسألوا ناس متخصصين. لكن الرأي الأصح إنه الأصحاب اللي هم أصحاب بره المدرسة من الأول، سواء من الحضانة أو من الكنيسة أو من المجتمع عادة يعني عموما، مطلوبش أنا بصفة شخصية أو يعني بالقصد إنه يكونوا معايا. ليه بقى؟ علشان يبقى عنده متسع وعنده نفسية مهيئة إنه يستقبل يبقى إنسان متصل مع الآخرين. تمام. عشان نلم الموضوع، لأن الوقت الحقيقة انتهى. في موضوع في نقطة مهمة بتاعة المدرسة والمدرسة. المدرسة ليها عامل، ما هو ده اللي أنا هسأل فيه يا سالي. جدا طبعا. المدرسة والمخاوف، مدرسة المخاوف بقى اللي عند الطفل، الأم تتعامل معاها إزاي والمدرسة الفصل أصلا تتعامل معاها إزاي؟ عليها عامل إيه؟ يعني بتعمل إيه؟ دورها إيه المدرسة؟ فانا تحبب الطفل ده في المدرسه. في شقين لازم يبقوا متناغمين، الام مع المدرسه، او الاب او القائم على الطفل في البيت وفي حياته الخاصه مع المدرسه المسؤوله عنه في المدرسه. اولا في بعض الاطفال بتبقى ليهم حالات خاصه، في بعض الاطفال احنا عارفين من قبل ما يدخلوا مسبقا انه الطفل ده بيعيط كتير او بينفصل على الناس، مش سهل عليه التواصل مع الناس، بيتكسف، بيخاف قوي، غضوب، زي بنت مدام منى مثلا، بتخاف من كل حاجه، بتخاف من كل حاجه، بتخاف من كل حد، شديد التعلق، وده بيبقى له مرجعيات زي ما اتكلمنا يطول الشرح فيها. في طفل تاني لا، بيبقى سهل عليه التواصل. في حاجات هتكتشفها كمان، اذا في حاجه زي كده يستحسن ان الاهل ينبهوا ليها مدرسه الفصل. إذا بقى ما نبهوش وإذا هم نفسهم مش واخدين بالهم، مدرسة الفصل في الفترة الشهر الأولاني لازم تكون بتكتشف ده، لأنها متخصصة. إحنا مش بندخل كي جي وان تدريس على طول، قد ما هي تهيئة نفسية لتقبل والحب حاجة اسمها المدرسة والدراسة. مش عايزين نكرهوا في المدرسة والدراسة عموما يعني. تمام. جميل. احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. الحقيقه اول مره تشرفينا في مانيا جدا، لكن فعلا استمتعنا. كان نفسنا الوقت يبقى اطول من كده، لانه لسه في تفاصيل صغيره ما اتقالتش، بس بنشكرك وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني نتكلم اكتر بقى في موضوع الحضانه. فبنشكرك جدا لوجودك معانا. ميرسي يا دكتور. ميرسي لحضرتك. الحقيقه زي ما عرفنا النهارده ان اول يوم في المدرسه ممكن يمر عادي وبسلام وما يكونش صعب، لكن الاهم ان الانطباع الاول دايما بيدوم. خلوا بالكم
ان انطباع الطفل في اول يوم في المدرسه هو اللي ممكن يدوم معاه، هو اللي ممكن يخليه طفل سوي، بيحب المدرسه وبيحب المدرسه وبيحب اصحابه ومش بيعيط وبيكون شغوف كمان ان هو يروح المدرسه. وممكن اول يوم برضو يسيب معاه يعني مشاعر سلبيه، فنخلي بالنا ازاي نهيئ اولادنا زي ما عرفنا النهارده، وازاي ان فعلا المدرسه تكون شيء محبب عند الاطفال. هنطلع لفاصل ونشوف معلومه مفيده عن التربيه ونرجع لكم نتكلم في تأملات في سفر الأمثال. على الأم أن تزيد من تركيز طفلها بالألعاب مثل لعبة المقابلة، والتي فيها تذكر الأم إحدى الصفات ويذكر الطفل عكسها مثل حار بارد، سعيد حزين، أبيض أسود. وكذلك لعبة اللون والكلمة، والتي فيها تكتب الأم اسم لون وتلونه بلون آخر. مثال: تكتب كلمة أحمر وتلونها بلون أزرق، وتطلب من طفلها أن ينطق اسم اللون الذي يراه فيقول أزرق وليس أحمر، وهذا يزيد من تركيزه. أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل. لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة. مرحبا بكم مرة تانية. في بداية الحلقة النهاردة قلت لكم ان احنا نتكلم النهاردة مع حضراتكم في محور اساسي جدا في سفر الامثال، والحقيقة قلنا كمان في المقدمة انه في 10 محاور كده اساسية في سفر الامثال بتساوي الوصايا العشر. الحقيقة احنا نتكلم مع حضراتكم النهاردة في الحكمة، وانه سليمان الحكيم هو اللي كان طالب طول الوقت في صلاة الحكمة ليه ولكل الناس. بس البداية خلينا نرحب بقدس ابونا اللي مشرفنا جدا وجوده معنا النهارده في منيا كده، القس ماركوس ناشط كان كنيسة العذراء مريم النزهة مصر الجديدة. ابونا بنرحب بقدسك. اهلا بحضرتك، كل سنة وقدسك طيب وانتم طيبين. اهلا بقدسك. اهلا بحضرتك. قدس ابونا زي ما سالي قالت هو 10 كلمات يعني موجودة في السفر بتوازي العشر وصايا، منها معرفة الحكمة، الأدب، الفهم، تأديب المعرفة، العدل، الاستقامة، الحق، التدبر، الذكاء، المعرفة. لكن طبعا لأن وقتنا مش هيكفي أن احنا نتكلم فيهم كلهم، خلينا بداية نعرف الحكمة، لأن الحكمة مهمة جدا، وزي ما سليمان الحكيم هو اللي طلبها بنفسه، ولا طلب سلطان ولا جاه ولا أي حاجة، لكن طلب الحكمة. فمحتاجين أن الحكمة تكون مبدأ أساسي في حياتنا. الحقيقة الحكمة يطول تعريفها، يعني هي قصة حياة وقصة عمر وفن ولباقة وحكمة، يعني حتى نعرف الحكمة بأنها حكمة، لكن في أصلها اليوناني صوفية. صوفية جت منها فيلوسوفوس أو فيلوسوفوس، يعني محب الحكمة، اللي هو الفيلسوف. ولها تاريخ اجتهاد أنه هي القدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، أو هي بقت في مفهوم بعد كده غير المفهوم الفلسفي، هي بقت الإنعام أو هبة
من الله، وفي أنواع طبعا من الحكمة هيجي تعرفها. لكن حقيقة الإنسان من وقت ما اتخلق واتوضع في جنة عدن وهو في صراع على أنه يحصل على حكمة معينة، كان عنده طبعا حكمة الضمير، إنما أراد أن يعرف أكثر، فطبعا بحيلة الشيطان وقع في الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. هو لأنه الحكمة هي التمييز بين أو التمييز المعرفي بين الخير والشر، أو التمييز المعرفي السلوكي الحياتي أو الاجتماعي. ده تعريف الحكمة يا بونا. التعريف اللي هو يعني طبعا شغل فكر كتير من الفلاسفة، يعني مثلا هنلاقي عند في أسطورة أو سبعة أسطورة يسموها السبعة فلاسفة في التاريخ الفلسفي اليوناني، على رأسهم طبعا أرسطو بلاتونس أو أفلاطون وغيره وغيره، طبعا مش ندخل في البحث ده. لكن عجبني قول مثلا لأفلاطون، قال إن الحكمة تمثل أحد أركان أربع أركان أساسية في الحياة في نظره هو، يعني فقال الحكمة والشجاعة والتعقل والعدل. الرواقيين جماعة فلسفية سموها ميزان الفضائل. بعض الفلاسفة فسروها بالنصرة على الغريزة الجنسية. فيلو الفيلسوف قال ينبغي على الشخص أن يقمع رغباته عن طريق التعقل، هي دي الحكمة عنده. فخدت مفاهيم كتير لحد بقى ما تجملت واتضحت أكتر في فكر الكتاب المقدس بعهده. ففي العهد القديم خدت مفهوم الحكمة، حكمة التدبير مثلا، يعني مثال زي يوسف الصديق لما أنقذ مصر، طبعا كان ده نوع من الحكمة التدبيرية الحياتية الاجتماعية. كمان دانيال النبي كان له حكمة، بس حكمة بقى إلهية، إنه إزاي له القدرة على كشف الغيب ومعرفة المستقبل وتفسير الأحلام، وده بالتالي قدر يوصل لقلب يعني نبوخذ نصر. يعني الحكمة أسبونا ما هيش لذكاء ولا مهارة شخصية، لكن هي حكمة إلهية. وسيدنا البابا شنودة بخصوص حكاية الذكاء دي قال في فرق بين الحكمة والذكاء. قال مش كل ذكي حكيم، أو مش كل حكيم ذكي. كل حكيم ذكي. كل حكيم ذكي، لأن الحكمة فيها طبعا بند الذكاء مهم جدا، لكن بمفهوم الروح القدس وبمفهوم الأقنوم الثاني أصبح الحكمة هو الأقنوم الثاني. الابن الكلمة هو أقنوم الحكمة، قال عنه بولس الرسول في كولوس 2:3 المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. محتاجة كم سنة يا بونا علشان أعرف أكتسب حاجة زي الحكمة؟ محتاجة كم سنة من عمري، ومحتاجة قد إيه وقت في حياتي علشان أعرف أحكم كويس قوي على الحاجة اللي قدامي بشكل سليم، وعرف أميز قوي بين الخير بين الشر بين الصح وبين الغلط؟ هل الموضوع له علاقة بسن معين، ولا الحكمة ممكن تيجي لشخص صغير وملهاش علاقة بالسن، ويبقى شخص كبير وسنه كبير وما عندوش أو ملوش أي علاقة بالحكمة؟ محتاجين قد ايه وقت عشان نجاوب على السؤال ده اولا؟ تعال ناخده في فترات كتير. هي طبعا الحكمة اذا فكرنا بمجهود انساني هي في فترات في السن، طبعا بنقولها دي سن الحكمة او سن التعقل، لدرجة انه في علم تفسير العهد القديم احنا عندنا سليمان الحكيم طبعا احكم بين المشرق، تمام، وخد شهرة انه الحكيم، لما بنقول الحكيم يعني سليمان الحكيم. فهو لانه كتب اسفار سمتها الكنيسة كمان اسفار الحكمة. فالامثال والجامعة ونشيد الاناشيد سموهم اسفار الحكمة. ففي تقليد يهودي يقولون على حكاية السن، يعني امتى تتضح الحكمة، قالونا ان الامثال تخاطب العقل، الامثال تخاطب الارادة، تقدس الارادة او هدفها تقديس الإرادة. قالوا لنا أن الجامعة تقدس العقل، لأنها في النهاية قال لك باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح، فده كان صوت العقل التعقل بقى والحكمة. النشيد الأناشاد قالوا يقدس القلب، لأنه المشاعر والعلاقة المسيح بالكنيسة والعروس بالعريس الحقيقي. فقالوا أن سليمان كتب سفر الأمثال أو سفر الجامعة في سن الشيخوخة، وكتب الأمثال في سن الرجولة، وكتب النشيد الأناشيد في سن الشباب. ده تقليد يهودي يعني عند اليهود شعب كده. فالحكمة برضو نقدر نقول هي طبعا في سن التعاقل، إنما ياما في شباب يعني أحكم من شيوخ، وفي شيوخ سنا لكن يفتقدوا الحكمة.
وده كان واضح مع شخصية زي نبال الكرملي اللي رفض يد هدية لداود وأنقذت الموقف أبيجايل، فكانت أبيجايل أسبق وأكثر حكمة من جوزها نبال، رغم أنه يعني أكيد في فارق سن أو كذا، ما لا يتوقف على جنس ولا على سن بقدر ما يتوقف على أنه هي نعمة وهبة بمفهوم العهد الجديد. تمام. عشان كده معلمنا القديس يعقوب لما قال من تعوزه حكمة فليطلب من الله. كنت لسه أسأل قدسك يا بونا فكرة أني لو طلبت من ربنا زي ما سليمان الحكيم كان بيطلب من ربنا هتأثر عليا المسافة كتير مش كده؟ لا شك أن هي عطية وموهبة إلهية، لكن يثقلها اجتهاد الإنسان. احنا حكينا أنه عند الفلاسفة ليه؟ مش حبا في الفلاسفة ولا في تاريخ اليونان ولا في تاريخ، بس مصر كمان اشتهرت بالحكم والفراعنة اشتهروا بالحكم. تمام. حكمة التأديب، حكمة المعرفة، حكمة السلوك، حكمة الاجتماعيات، نجاح الحياة، فن، اعتبروه كده. لكن الحكمة بقى النازلة من فوق اللي اتكلم عنها القديس يعقوب الرسول دي اللي احنا محتاجينها. قال الحكمة الفوقانية أو النازلة من فوق. وفي صلوة جميلة قوي علموها لنا الآباء بنصليها في القداس بس سرا، بيصليها الأب الكاهن في الصلوات السرية، يقول لربنا أعطني الحكمة الجالسة عند كرسيك. يعني حكمة إلهية من عندك جالسة عند كرسيك. وهنا تدرج المفهوم ما بين العهد القديم والعهد الجديد وتاريخ الكنيسة ومفاهيم الآباء وتفسيراتهم الجميلة، على أن احنا نتفق على أن الحكمة الحقيقية هي حكمة الروح القدس. يعني يا ابونا انا مفيش اجتهاد شخصي اني اعرف اخد الحكمة، او ما عنديش طريق تاني غير اني اكتسب الحكمة غير اني اطلبها من عند ربنا، ماليش طريق تاني. بنجتهد فيها. ما بعملش اجتهد فيها ازاي بقى؟ ده السؤال. الكتاب المقدس هو كتاب الحكمة. التعامل مع الابن الكلمة، الاتحاد بالمسيح في الافخارستية هو كنوم الحكمة. عشان كده انا عايز اقول ده في اسمه مش كتير حد يعرفك بيفتش عنها، يعني في صلوات الليتورجية في نهاية القداس أبونا بيصلي اسمه. فصلاة الاسمه في صلاة للقديس أبيفانيوس من الآباء العظماء جدا اسمها اسمة الحكمة. لو في وقت وقرينا جزء منها هتستغربوا قد إيه واخد تاريخ الحكمة في العهد القديم في العهد الجديد، وبعدين واصل إنه يناشد الحكمة اللي هو المسيح نفسه وقنوم الحكمة. فطبعا هي مطلوبة من يعني الإنسان يطلبها في صلواته، ودي حصلت مع سليمان. صحيح. في سفر الملوك الأول وأنا علي دور في اجتهاد، أنا علي دور أفتح إنجيلي كتاب المقدس وكتاب يحكمني. في حكمة تؤخذ من حياة القديسين وحياة الآباء والأنبياء وكل ما كتب لأجل تعليمنا. صحيح. المواقف الحكمية اللي تصرفت بها زي أبيجايل أو دانيال أو يوسف الصديق أو موسى، يقول لك موسى تهذب بكل حكمة المصريين. فتهذب يعني إيه؟ يعني تعلم. وإحنا لما ندرس شخصيات كتابية يعني عمل اشتغلت مع ربنا وربنا استخدمهم في مواقف حكيمة، ما إحنا بنستفيد. يعني الحكمة أسبونا ممكن نستقيها من خبراتنا الشخصية أو من خبرات الآخرين. طبعا. مش طبعًا. لازم موقف أنا أمر بيه أو أعدي بيه علشان أكتسب الخبرة دي. طبعا. تمام. طيب. بس ده يخص الحكمة الإنسانية. تمام. طيب الحقيقة لأن وقتنا فاضل دقيقة ولازم نتكلم عن الاستقامة. أي. لأن الاستقامة خلينا نعرف يعني إيه استقامة في الأول وليه هي مهمة قوي في حياتنا وسط عالم يمكن مليان بالمغريات ومليان مشاغل الأدمية أو المشاغل المادية، نستقي أو ناخد الاستقامة إزاي؟ طبعا نوع من الحكمة أن الإنسان يعيش في مخافة ربنا، لأنه مكتوب كده رأس الحكمة مخافة الله، ومخافة الله هي الاستقامة. مخافة ربنا الإنسان يعيش حسب وصية الإنجيل وحسب وصية المسيح ويعيش له هدف في السماء. الحكمة الأساسية والسامية في حياة كل إنسان أنه يبص للسماء باستمرار. تمام. عشان كده لا بنخاف من الموت ولا بنخاف من اضطهاد ولا نترعب من مواقف ولا بنتهز من ظروف وضيقات وتجارب قد تكون صعبة جدا، لكن الحكمة تقتضي ان انا بمشي على الارض برجلي زي ما قالوا الاباء، لكن فكر وقلبي ماشي باستقامة ناحية السماء. أبونا إحنا اللي عارفة أنه الكلام عن سفر الأمثال كتير وعن سليمان الحكيم كتير عن الحكمة كتير، بس للأسف وقت الحلقة النهاردة انتهى. بنشكرك شكر جزيل جدا ولوجودك معنا النهاردة أبونا، بركة كبيرة. كل سنة وقتك طيب. شكرا لك. شكرا يا مدام ميرفت. شكرا يا سيد. مشاهدينا وقتنا معاكم خلص بسرعة، ونشوفكم يوم الأربعاء اللي جاي وحلقة جديدة ومن يجدها، وما تنسوش معاد
ميعادنا من 4 ل 5. وما تنسوش كمان تبعتوا لنا على الايميل الخاص بالبرنامج لو في اي موضوع تحبوا ان احنا نتكلم فيه، او تراسلونا على الصفحه البيج بتاعه البرنامج على الفيسبوك. هننتظركم يوم الاربعاء الجاي من 4 ل 5 على الهواء مباشره، والى اللقاء.